وهنا بشوف انه ده بحصيله، فافتكر انه في استمراريه في هذا الكتاب والدوافع وليه. وابو استاذ ابراهيم هيقدم الورقه. اراء تحليلات في قضايا مختلفه في الشخبطات الصغيره عندها اثر كبير. هذا زمانك حجاد حصل، انتوا كان عملتوا شنو؟ اضعف الايمان قولت كلمه حق في وجه سلطان جائر. We should actually follow them. عشان ظلنا نشوف ليه لزمن طويل. رسميا كتاب كدوال جنوب السودان الحال والمآل. هذا الكتاب هو حصيلة لتجربة في كتابة العمود الصحفي لفترة امتدت زهاء 20 عام، وكانت فيها تصورات وأفكار رأيت إنها ما تنتهي مع الكتاب الصحف او التجربه بتاع الكتابه الورقيه، وقررت انه تكون بشكل كتاب الارشيف للماده دي، وبرضه يقدم كيف كانت الصحافه في الفتره دي بتتناول القضايا اللي مرت بها البلد في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكيف كانت تقديراتنا ل تصورات لي تجاه المستقبل بشكل رئيسي. لأنه القضايا دي هي قضايا مستمرة، وهي من ملامح الأزمة الوطنية الشاملة اللي بتحتاج أنه إذا حاولنا نقدم قراية راهنة نشوف أنه تطورها عبر التاريخ عبر المراحل كان شنو وكيف كانت التحليلات الخاصة بها، وده برضو لنموذج الكتابة مفيد للأجيال القادمة، وده برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا لأنه الناس الدارسين والكتاب الآخرين يستفيدوا من هذه المادة في الفترات المستقبلية بشكل ملموس. أنا من البداية يعني ما كنت متحمس في القراية وما بحب القراية، لكن وانس أنا سمعت أو شفت العنوان بتاعت الكتاب عجبني، لأنه أنا حاسبه إنه حاجة اللي أنا فيه أو أنا حاسبه إنه ده وضع اللي أنا فيه، فلازم أقرأه عشان أقدر أفهمه بالطريقة الصح المفروض أفهم به. انا اساساتين ممكن بكون عارفه انه هو زول صحفي، انه زول كاتب ممتاز جدا جدا، كلامه كله ايجابي، حياته كله يعني بيشجع انه زول يقدر يكون ايجابي او زول يقدر يقرا بطريقه كويسه، فانا قمت حبيت انه اقرا الكتاب ده عشان اقدر اقلد او مثلا اقدر اقرا وابقى زي ناس بقدر يقرا، فده الكتاب الوحيد شجعني في جنوب السودان انه انا نقدر نقرا. اليوم بصادف الاحتفال بيوم الكتاب ويوم الكاتب، وشهد توقيع على كتاب فدوال جنوب السودان الحال والمآل. هي مجموعة مقالات صحفية تتأمل في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في جنوب السودان، وتمثل وجهة نظر شخصية حول جملة من القضايا اللي كتبت عنها في فترة لا تقل عن 20 سنة. كان فيها أسلوب التناول، وحاولت من خلال هذا التجميع أنه أقدم الجهد والخلاصة بتاعت العمل الصحفي، تجربة بتاعت كتابة يستفيد منها الباحثين والمهتمين بتطورات الأوضاع في جنوب السودان. بنتمنى أنه كل المهتمين بشأن العام في جنوب السودان يقروا الكتاب، يعني يقروا الكتاب بعمق، ونعمل إن شاء الله أنه الكتاب تكون مدخل لحل شامل وكامل للمعمى اللي بيمر فيه دولة جنوب السودان الحبيبة. وتمثل برضه بادرة تشجيع كل الكتاب وكل المهتمين واصحاب الكتابات المتفرغه انه يجمعوا هذه الكتابات ويدعموا بها المكتبه الجنوب السودانيه، لانه دي بتمثل رصيد هام، بتمثل برضه منظور الجنوبيين لطبيعه ما تمر به بلادهم وكيف عينوا لها وكيف عالجوها. لطالما كانت القضايا هي نفس القضايا اللي تكلمنا عنها طيله تلك السنوات، يظل هناك حوجه لانه كيف قدمنا فيها مقترحات وكيف قدمنا تصورات وما هي برضو الآراء اللي نحن اشتغلنا عليها فيما يتعلق بالأزمات والمشاكل وكل الأوضاع اللي بتمر بها البلد. ده تجربة بيحتاج إنه الناس تجيب عليه، بالذات المجتمع القارئ، لأنه نحن بنعتبر إنه الصحافة عموما والتجربة بتاعت الصحافة والكتاب العامدة
هم الناس اللي دائما بيوثقوا لنا التجارب الحياتية اليومية اللي دائما بنعيشها.